تكون واحد الحالة معينة بانقلاب، يعني واحد الوقيته كان معكم حالف ديال إلى آخره، حينما أن القرار ديالو التصويت بشكل حر وصفتمو بانقلاب. أنا كنتحدى شي واحد، أنا اللي قلت لعيب شي واحد، أنا ماشي أنتوما شخصية، ولكن العادة اليومية قلتها. أنا ممكن أنا مسؤول على شي كلمة. باش وصلتوا هذا الواقع هذا، أنكم هنا واحد الوقيتة دخلتوا القاعة وشكون اللي قال هذا الواقع هذا أنه فريق وعيان قلتوا النائب ديالكم ديال العدالة والتنمية خصو يبقى في العدالة والتنمية تفاجئتوا بالتغيير الانتخاب ديال النائب الرئيس غتاخذوا مداخلات